متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارت الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن الفيلم التاريخي بدمافات. لكن قبل ان نواصل ندعوكم طبعا الى الاشتراك في قناتنا اذا لم تكونوا مشتركين فيها بعد، والى الاعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. بدمافات هو فيلم ملحمي تاريخي تم انتاجه في الهند وصدر سنة 2018، الا انه اثار جدلا كبيرا حيث قامت جماعة هندوسية متطرفة بأعمال عنف متفرقة، حيث زعموا بأن الفيلم لا يحترم ثقافتهم. ويتحدث هذا العمل عن قصة حب بين ملك مسلم وملكة هندوسية. تدور الأحداث في القرن الرابع عشر ميلادي، وتتحدث عن إمبراطور مسلم هو علاء الدين خلجي، والذي يقع في حب الملكة الهندوسية بدمافاتي التي تنتمي لطائفة راجبوت المحاربة. ورغم أن خلجي شخصية تاريخية حقيقية، إلا أن المؤرخين يؤكدون على أن شخصية بدمافاتي هي شخصية خيالية أخذت من ملحمة بدمافات التي أصدرها الشاعر مالك محمد ياسي، وذلك في القرن السادس عشر. تتحدث الملحمة عن الملكة بدمافاتي التي ضحت بنفسها لحماية شرفها من خلجي، وهو ملك مسلم قتل زوجها الملكة رابود في إحدى المعارك. وبالتالي أعزائي، فإن شخصية الملك خلجي هي شخصية حقيقية، ولكن بدمافات هي شخصية خيالية. أيضا كل الأحداث التي وقعت هي أحداث خيالية أخذت من الملحمة وألصقت بالملك خلجي. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أفادكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.